السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشوف مع بعض برنامج اسمه موشن بلدر. برنامج حلو جدا لأي حد شغال في الجرافيك، لأن هو بيتحكم في الشخصيات بطريقة قوية جدا وسهلة جدا. طيب دي الواجهة بتاعت البرنامج، هتلاقيها قريبة نوعا ما من السيد ماكس والمايا، بس في طبعا اختلافات وأدوات مختلفة تماما. طيب أنا عايز أضيف هنا الكيوب اللي احنا متعودين عليه، هاجي من سيتنج بريفرنس أقول له فيو كيوب وأقول له ويظهر لي الكيوب دوت واقول له اوكي، بحيث ان انت لو حطيت اي شكل تقدر تشوفه من جميع النواحي. هنا دي النافيجيتور، العناصر اللي موجوده عندك في المشهد، هتلاقي الكاميرا مثلا موجوده اهيت، تقدر تشوف من اي اتجاه وتقدر تظبط الاعدادات بتاعتها وتقدر تحرك النافيجيتور دوت توديه اي مكان انت عايزه حسب ما انت شايف اسهل لك في الشغل ازاي. طيب ممكن مثلا انا عايز اضيف هنا مثلا اهوت، عايز اضيف مثلا اي عنصر هنا، اجي الاسيت براوزر، الاسيت براوزر هقول له مثلا انا عايز اضيف اليمنت، اقول له مثلا عندك الشمس اهي، عندك كيوب، عندك الاشكال ديت، ممكن تضيف شكل اهوت وتقدر تلف حوالين الشكل دوت اهو زي ما انت عايز. طيب خلينا نضيف شخصية مثلا كاركتر اهوت، خلينا نحاول الريسورس ديت، طيب دلوقتي لو انا عملت سيلكت على الايد ديت سواء من مساحة العمل او من هنا، قلت له انا عايز اتحكم في الايد ديت وقلت له انا عايز اعمل لها روتيت، هتلاقي ان هو بيتحكم فيها فعلا بشكل قوي وشكل العناصر مرتبطه ببعض. طب لو انا مثلا جيت عند الرجل ديت وقلت له اعمل لها روتيت، فمش بيحرك هي بس، لا ده بيحرك الرجل كلها لانه عارف انها مربوطه ببعض. ممكن تيجي هنا مثلا وتقول له حركها لي بشكل دوري، فيبدا يحركها لي من عند المفصل. ممكن تقول له انا عايز اشوفها كاكس راي بشكل دوت، وبرضه تعمل سيلكت للعناصر وتقدر تعمل موف او تقدر تعمل تكبير وتصغير زي ما انت عايز بالشكل دوت اهو. خلي بالك هو برضه بيخلي فيه زي رابطة بين العناصر، ما بيكسرهاش يعني. هنا ممكن تقول له مثلا الايد ديت انا عايز اعمل لها مثلا موف شوية، ابدأ حركها لك بالشكل دوت، تقول له انا عايز اشوفها نورمال او موديل اونلي زي ما انت عايز. الفيو هنا عايز تشوف فول سكرين، عايز تشوفها برسبكتيف او عايز تشوفها كاميرا زي ما انت عايز. هو برنامج زي ما انت شايف سهل جدا ومفيد جدا يعني، حتى ممكن حد بيكون بيشرح جسم الانسان من المدرسين بتوع الاحياء يبدا يشرح عليه او تعمل بيه بعض الاشكال. ممكن تكون انت مدرس مثلا عايز تدرس الوضوء مثلا، او عايز تدرس الواحد بيعمل تمارين رياضيه ازاي، فالبرنامج ده هيساعدك كتير جدا ان شاء الله لان هو سهل جدا.